كإعلامية وكاتبة عمود، تكلمينا عن إبراز هذه المواهب والمواهب الناشئة في المملكة العربية السعودية أو غيرها يعني. تفضلي. أول شيء أعرفكم على نفسي بالبداية، يعني نعم. اسمي نسيم تركي جمعان الأكلوبي، من محافظة بيشة. درست مرحلة الابتدائي كاملة في الرياض، ومرحلة المتوسط والثانوي والجامعة في محافظة بيشة. بالنسبة للكتابة، اكتشفت نفسي كاتبة في عمر تقريبا من 13 أو 14 سنة. كان الوالد عنده رحلة طويلة، ولما حسيت بالوحدة فكتبت فيه مقال، وهو أول مقال نشر لي في الصحف، وبديت من بابه الإعلام والتحرير. فالكتابة جدا قيمة، تفرغ أو تعطي مساحة للإنسان بالتفريغ عن ما يكمن داخله من حب، من فرح، من مشاعر. مثل ما قالت رند وأخوها عبد العزيز، لما يروحون للجهات اللي تحتاج دعم مثل الأطفال، ترجع رند مثلا هي كاتبة، ترجع تكتب هذا الشيء اللي شافته، إحساسها اللي بتكتبه هو اللي بيوصل، لأنه بقلمها بإحساسها. صادق. نفس الشيء ونفس الشيء لو ما يكون طفل، مثلا لو على سبيل المثال عبد العزيز ملحن، رند كتبته عبد العزيز لحن، جاهم طفل ثالث وغنى بإحساسه، كلهم راحوا بنفس المنشأة، بس توصل كذا نسيج صحيح. من الجمال، وكل واحد عبر بإحساسه بقوته أو بطريقته. العمل قوي بالفعل.